ليه ما قلتليش انك تعرف خالد من زمان؟ من زمان ازاي يعني؟ من ساعة ما مراتك عليا كانت خدامة عنده في البيت، كل مكالماتكم متسجلة، لو النيابة شمت ريحة تروحوا انتوا الاتنين في 60 داهية. والله العظيم يا باشا مالي اي ذنب؟ يلا انت لاهف مليون جنيه في النصبايا اللي عملتوها. ده هو يا باشا، وبعدين انا اعرف ايه عن الحوارات بتاعتكم؟ انا راجل قاعد في البيت كافي خير شري، انا ومراتي عليا بعد ما مراته ولا ما مشت مراتي، وفجاه لقينا الباب يخبط. حاضر جايه. خالد بيه؟ ازيك يا عليا؟ انا كويسه طول ما انت كويس. مين؟ ده خالد بيه. خالد بيه اتفضل يا خالد بيه. اهلا وسهلا. اهلا نورتنا، ده احنا زرنا النبي. اتفضل. انت بقى شوقي اللي دايما بتكلمني عليه. ولو عايزني هيثم يا باشا ابقى هيثم. اقعد 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 يا شوقي. لا مؤاخذة يا باشا، يعني لو حاجة قد المقام كنا عزمنا بقلب ميت. قومي يا بنت شيلي الأكل وعليها على الشاي. لا لا لا، ولا تشيلي ولا حاجة، كمل الأكل وأنا هاكل معاك عشان يبقى عيش ومقلي. بسم الله يا باشا. في اليوم ده يا باشا ساب لنا ظرف فيه 1000 جنيه، قلت يعني جايز بوبر بخاطرنا. البن مراته وهي مشت مراته وقطعت عيشها. كمل. وبعد كده يا باشا لقيت رجلي بقى ورا على الحته، كلهم بقى نطت لنا، مره بعلب جاتوه، مره بصينيه بسبوسه، مره بشويه كباب وطرب، وادينا اللي في النصيب وتوكل على الله. انا في الفتره دي يا باشا انا قاطع امور، لا شغل ولا مشغله، وقاعد في البيت. طب انت تكسب من ايه يا شوقي؟ والله يا باشا اي حاجه انا شغال فيها، حد عايز معاه في المرور، اقف مكانه في الطابور، محامي محتاج معاه حد في شهاده، اي مصلحه يعني العبد لله يعرف يفوت في الحديد. طب ايه رايك لو جبت لك ميكروباص؟ يبقى كتر خيرك وجميل عمرنا ما هننساهولك. طب جميله بجميله يا باشا وخليها تريلا. يوه يا راجل انت هتنهب، ما قال لك هجيب لك ميكروباص. خلاص يا شباب هجيب لك تريلا وخليك تشتغل عليها كمان. وسبق معايا وجاب لي التريلا. اصحيح يا باسمه، بس كنت بعرف اطلع فلوس من وراه. حلاوة. يا لهوي الحلاوة دي. بزوري. يا لهوي يا لهوي على الحلاوة. ربنا يخليك يا خالد بيه. ولسه يا بت، ده انا حصانك على حق ربنا. ربنا يخليك يا خالد بيه، ربنا يرزقك ويوسع عليك. بقول لك ايه يا اخويا، اوعى تخسر الراجل ده لأيات وسبب. انا اهبل، ده منجم ذهب بالنسبة لي. ها قلت يا شباب. ودي فاء ولا باشا، يعني بقى قدامي مصلحه بقرنا بقول لها انا راجل اهبل. حلو. المصلحه دي بقى محتاجه مخ وتكتكه، واهم من ده كله محتاجه امانه وثقه يا شوقي. جربني يا باشا. الا مصلحه تقل بمليون جنيه دي يا خالد؟ هجيب لك حقك. والنبي هو مش انت اتطردتي واتهنتي؟ انا بقى هجيب لك حقك وهجيب حق انا كمان. أنا دايس معاك في أي حاجة يا باشا. إحنا هنلعب لعبة، لو ظبطت هنعدي جامد قوي وممكن نجيب ناس تعدي معانا، لكن لو ما ظبطتش غالبا ممكن نروح ورا الشمس.